من المعطلين عن العمل او المعطلين عن العمل. لكن في حقيقه الامر ستكون قد نقلت ارقامهم فقط وتخلصت من ارقامهم فقط، بينما ان حقيقه الامر انهم نحن الان امام البرلمان المغربي. فيدرالية جمعية المحامين شباب المغرب أعلنت عن تنظيم اعتصام أمام البرلمان ابتداء من الساعة 12 زوالا يومه الأربعاء، اعتصام متواصل إلى غاية يوم الجمعة في نفس الساعة على الساعة 12 زوالا. هذا الاعتصام الهدف منه إثارة الانتباه وإنذار صانعي مشروع قانون المالية لسنة 2023 حتى يفهموا أن لرسالة المحاماة خصوصية، وحتى يفهموا بأن للمواطن حقوق، وأنه لا يجب إثقال كاهل المواطنين أثناء محاولتهم اللجوء إلى القضاء، لأن من شأن ذلك ضرب حقهم الدستوري في التقاضي. الآن المواطن المغربي إذا أراد الولوج إلى القضاء لتسوية مشكل قضائي عليه أن يؤدي مبالغ كبيرة وكبيرة جدا، تصل زياداتها من 1200 حتى 3000 درهم، إضافة إلى الرسوم القضائية التي كان يؤديها سابقا، وهذا فيه إرهاق فاحش لكاهل المواطنات والمواطنين، الشيء الذي سيتسبب في استنكاف المواطنين عن الولوج إلى العدالة، وإما سيثأر لنفسه بنفسه، وآنذاك ستحصل فوضى عارمة، وسنندم أشد الندم أننا كلفنا هذا المواطن أكثر من طاقته، وبالتالي لم يعد يثق في المؤسسات القضائية لتحل له مشاكله، لأنه لا يستطيع الولوج إليها. الآن كحل نحن نقترح سحب هذه المقتضيات من هذا المشروع، والشروع في مناقشات خصوصية ضرائب المحامية والمحامين ابتداء من السنة المقبلة، وإدراج مقتضيات متفق عليها تراعي مصلحة المواطن وتراعي خصوصية رسالة المحاماة ابتداء من مشروع المالية لسنة 2024. هناك كذلك عدة إشكالات الآن تطرح أمام وزارة العدل. وزارة العدل أعدت مشروعان لقانون المحاماة، هذا المشروع لم تحترم فيه أبجديات التوافقات والحوار والاستشارة مع مؤسساتنا المهنية. هذا أمر جلل، لأن جميع السادة وزراء العدل وجميع وزارات العدل السابقة كانت تنحو نحو التشاور في إعداد هذه المشاريع التي تهم رسالة المحاماة، نظرا لهذه الخصوصية لكون أهل الرسالة هم أدرى بخباياها وأدرى بمشاكل نصوصها الحالية التي تستلزم التعديل والتغيير. بالنسبة للقانون الضريبي عندنا الإشكال، حنا أصلا المحامي كيخلص الضريبة، ماشي ما كنخلصوش الضريبة، وماشي باغي حنا نتهربوا من الضريبة أبدا، ولكن حنا عندنا مشكل. مثلا حنا عندنا ملف سيدة كتجي، ولا سيد عنده سيدة كتجي عندها ملف ديال النفقة، حنا أغلبية ديال المحامون كيتعاملوا مع الحالة الجماعية اللي كاين، ملف نفقة معفى من الرسوم القضائية في المحكمة، يعني زائد ان غادي تجي هاد السيده تخلص 1500 ولا 1300 ولا 2000 درهم ديال الضريبه، حنا ما واخدينش، حنا غادي نخلصوا، حنا كنخلصوا الضريبه على الدخل، انا ما واخداش الاتعاب، وهاد السيده ما عندهاش الامكانيه باش تخلص 1500 ديال الضريبه، ما عندهاش حتى باش تخلص الاتعاب ديال المحامي باش دير ملف النفقه، وبالتالي ممكن ان المحامي ياخذوا في سبيل الله، ممكن ياخذوا على الاعتبار على الحاله الاجتماعيه ديال السيده، وكتشد الملف تخسر حتى انت المصاريف، ما كاين مشكل، ولكن باش تزيد علينا الدوله الضريبه ديال 1500 درهم راه ما يمكنش، انا ما غادي نستخلص هاد المبالغ الا من غادي نموكل، ولكن هذا مثال بسيط ديال ملف نفقه اللي هو اصلا معفى، فما بالك ملف حوادث الشغل معفى، ملف نزاعات الشغل معفى، مجموعه ديال الملفات اللي كيكونوا معفى من الرسوم القضائيه، بالتالي انا ما غاديش ناخذ فيهم الاتعاب، ممكن ان ملف نزاعات الشغل يدار فيه رفض طلب لا ابتدائيا ولا استئنافيا، اذا انا غادي نخلص على الضريبه والدخل وما عندي باش ناخذ انا الاتعاب ما واخداش، هذا هو السبب. بالنسبه حنا الاعتصام ديالنا، ما حنا القرار هو ان من ابتداء من اليوم الساعه 12 الى اليوم الجمعه الساعه 12 غادي يبقى الاعتصام ما بيت ليلا ونهارا، هذا هو القرار ديالنا، وغادي ان شاء الله نبقاو صامدين وغادي نبقاو فيه حتى ان شاء الله الحكومه تقرر لنا شي حل. ونحن نفتخر بذلك ونعتز بذلك وننتظرهم بكل شوق ان يعززوا حقوقنا.